من جهته قال عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا أن حصة إقليم كردستان في مسودة موازنة 2020 جيدة وخطوة نحو استقرار العلاقات بين الحكومة المركزية والإقليم. وأضاف ميرزا أن تمرير الموازنة بهذا الشكل خاضع للاتفاق السياسي بين بغداد وأربيل، مبينا أن مسودة قانون موازنة العام الحالي جيدة من الناحية الفنية قياسا بوضع البلد وظروف كورونا وما نتج عنهما، وهي تحظى بمقبولية كبيرة في إقليم كردستان.